هي برضو سهلة جدا، بمية ودقيق وبيضة على حسب المقدار اللي انت عايزة تعمليه، ومعاكي طاسة طبعا تكون تيفال، وهتاخدي رق شوية وتحطي على الطاسة كده بشوية، ان شاء الله هنعملها قريب. وبعدين هتحشيه بقى زي ما انت عايزة، ممكن تحشيه لحمة ممكن تحشيه لحمة مفرومة، ممكن بطاطس. ممكن بطاطس عليه كاتشب وعليه المايونيز بتاعها. هتشوفوا معايا الحاجات دي طبعا قريب.